ما صفة التعزية؟ وهل يعزى غير أقرباء الميت مثل الزملاء وجيرانه؟ وهل التقبيل أو المصافحة عند التعزية مشروع؟ وهل يعزى بالهاتف أو الذهاب إلى منزل المعزين؟ وهل هو حديث إنما التعزية للمصاب أم ماذا وما معنى؟ هذه ستة أسئلة متصلة يا شيخ، ستة في سؤال واحد. طيب، التعزية سنة، سنة مؤكدة للمصاب من قريب أو صديق أو زميل أو غير ذلك. ومعنى التعزية تقوية المصاب على تحمل ما نزل به من المكروه، هذه التعزية. ومنه الأرض العزاز يعني الصلبة، فكأنك تصلب هذا الرجل وتقويه حتى لا يلين أمام هذه المصيبة بل يكون قويا. فكلما رأيت مصابا بماله أو فقد حبيبه أو مرض فيه أو غير ذلك أن تعزيه. وأحسن صيغة للتعزية ما عزى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى بناته، حيث قال للرسول الذي أرسلته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أحسن ما يكون، وله أن يقول دعاء مناسبا مثل ما هو مشهور عند الناس اليوم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر الله لنيتك، أو غير ذلك من الدعاء المناسب. وأما التقبيل والمصافحة فليست من سنة التعزية إلا إذا كان هذا أول ما لقيته، فإنك تصافحه لأن المشروع عند الملاقات المصافحة. وأما أن تتخذ سنة على أنها من سنة التعزية فهذا بدعة، لأن كل من تقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله كان مبتدعا. وأما مكانها فليس لها مكان معين، أي مكان تجد فيه المصاب وتشعر بأنه مصاب فإنك تعزيه. وأما زمنها فقيل إنها تقيد بثلاثة أيام من حدوث المصيبة، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الحديث في الإحداث وليس في التعزية. والصواب أن التعزية مشروعة ما دامت المصيبة باقية، فإن نسها أو رؤي أنه ليس بمصاب إلى ذاك الحد فإنه لا يعزى. ولكن هل تكرر التعزية بمعنى أنك إذا عزيته اليوم ثم رأيته من الغد هل تعيد التعزية عليه؟ أقول إن وجد سبب فنعم. فمثلا لو عزيته اليوم وأتيته من الغد ووجدت الرجل ما زال حزينا وما زال يبكي مثلا، فإني أقول: يا أخي اتق الله عز وجل، لا تؤذي الميت، لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليهم. ولكن ليس تعذيب عقوبة بل تعذيب تألم وضيق نفس وما أشبه ذلك. نعم. فصار الخلاصة أنها لا تختص بأحد، وإنما تشمل من؟ إيش؟ كل مصاب، ولا تختص بمكان ولا تختص بزمن، ما دام أثر المصيبة باقيا فعزه. أما تكرارها فكما علمت، إن دعت الحاجة إلى ذلك وإلا فلا تكررها. نعم. بأي شيء يكون، تعزي بالهاتف أو بكتابة أو بأي شيء. لا ذهب إلى إيمان الذهاب إليهم في البيت، لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. اللهم إلا أن يكون قريبا جدا
وتخشى أن لا تذهب يعدون ذلك من قطيعة الرحم، فهذا شيء آخر.